بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم في صحيحه. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها قد كفر. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. إلا بالله. حي الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على البلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بآخره إذا طال المجلس فقام قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. فقال له بعضنا: إن هذا قول ما كنا نسمعه منك فيما خلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا كفارة ما يكون في المجلس. وأثناء التوجه إلى بيت الخلاء الدخول بالقدم اليسرى. عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأثناء الخروج من بيت الخلاء الخروج بالقدم اليمنى. عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. عن ابن جبر رضي الله عنه قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وعند الوضوء نبدأ بالبسملة. المضمضة، ويستحب تكرار المضمضة ثلاث مرات. الاستنشاق، ويستحب تكرار الاستنشاق ثلاث مرات. غسل الوجه، ويستحب تكرار غسل الوجه ثلاث مرات. وتخليل اللحية.
غسل اليدين إلى المرفقين مبتدئا باليمين، ويستحب تكرار غسل اليدين 3 مرات. مسح الرأس ومنه الأذنان والفرض من ذلك 1 مرة. غسل الرجلين مع الكعبين مبتدئا بالرجل اليمنى، ويستحب تكرار غسل الرجل 3 مرات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. طريقة المسح على الجبيرة: غسل الأصابع جيدا مبتدئا بالمسح من الأعلى ثم الأسفل. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب. طريقة التيمم: الضرب على الأرض 1 ثم المسح على الوجه 1 ثم المسح على اليدين اليمنى ثم اليسرى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مسح الخفين بالطريقة الصحيحة 1. وهذه الطريقة الخاطئة للمسح على الخفين. الطريقة الخطأ أثناء الوضوء ولبس الجوارب. الطريقة الخطأ في غسل الوجه لعدم وصول الماء إلى منابت الشعر. الطريقة الخطأ في غسل اليدين لعدم وصول الماء إلى المرفقين.
الطريقة الخطأ في المسح على الرأس لعدم بلوغ الماء جميع الرأس. الطريقة الخطأ في غسل الرجلين لعدم وصول الماء إلى الكعبين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووفي؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين قبل أن يجلس، ويشغل المصلي وقته بقراءة القرآن أو التسبيح أو الدعاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وعدم فتح الأحاديث المخالفة لحرمة المسجد. شروط الصلاة: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. أركان الصلاة: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال بعد الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، الرفع منه، الجلسة بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأفعال، الترتيب بين الأركان، التشهد الأخير، الجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمتان. واجبات الصلاة: جميع التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للكل، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، الجلوس له. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الله أكبر. ويكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ويرفع يديه عند التكبيرة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. وهذه بعض الأخطاء التي يقع بها بعض المصلين أثناء تكبيرة الإحرام.
ويضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. وتلك من الأخطاء لوضع اليدين. اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. ويسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء قال بدلا من ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك أكمل في الاتباع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر. وهذه من الأخطاء التي يقع بها المصلي أثناء الركوع. يركع المصلي مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلا رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه ويقول: سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. ويقول حال قيامه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد بعد ذلك فهو حسن. الله أكبر. يسجد المصلي مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة، ضاما أصابع يديه، ويكون على أعضائه السبع: جبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين. وكما نلاحظ الصواب والخطأ أثناء السجود ووضع القدمين. وهذه طريقة الخطأ لوضع ذراعين أثناء السجود، وهذه طريقة الصواب وتلك الخطأ. ويجب على المصلي أن يضع جبهته وأنفه على الأرض أثناء السجود، وهذه طريقة الصواب وتلك الخطأ.
ويجب على المصلي أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. اللهم آت نفسها ورزقها أنت خير من رزقها أنت وليها ومولاها. الله أكبر. ويرفع المصلي رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه. وهذه طريقة الصواب وتلك الخطأ. وهذه طريقة الصواب في الجلوس للتشهد. الله أكبر. ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. الله أكبر. رب اغفر لي الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. اللهم صل على قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. وعند جلوس المصلي للتشهد الأخير في الثلاثية والرباعية يجلس جلسة التورك، وهي الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويستحب تكرارها بعد كل صلاة.